والعلم بلغة التعلم وسمة المتكلف وأصوله التعامل الحسن. ولمسة الخلق لأن تنزل الأرض ومطرا على الأرض وتنبت به الزهور والثمار عليها. السيد الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، السادة عمداء الكليات، النخبة من أبنائنا، أوائل خريج الكليات، أهلا وسهلا بكم في ديوان عام المحافظة. نحتفل سويا بأبنائنا الخريجين أوائل كليات الجامعة. وأود أن ألفت انتباهكم إلى الأهمية الكبرى ليست في طلب العلم فقط، بل عن الاجتهاد في طلب العلم والتفوق في تحصيله، وهو ما عليه أبنائنا الجالسين معنا العاملين بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. هل تعلموا أعزائنا الخريجين أن تعليمكم السابق ما هو إلا مجموعة من المفاتيح؟ عليكم أن تستغلوها في فتح أبواب الرزق والنجاح والتفوق في حياتكم العملية بما يخدم مصلحة الوطن العليا، وتحملوا وطننا إلى أعلى المكانات. وليكن شعاركم دائما: بلدي وإن ضاقت علي عزيزة، أهلي وإن رموا علي كرامة. في نهاية كلمتي أتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم في حياتكم العملية والعلمية، وأن يكفي أهلكم خيرا عما تحملوه من مشقة لتكونوا على ما أنتم به الآن. ولجامعتكم الموقرة والعاملين بها كل تحية وتقدير لدعمهم من الفرص لأبنائها لتحقيق التقدم والازدهار لبلدنا ووطننا الغالي مصرنا الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.